بسم الله الرحمن الرحيم. فيسر مؤسسة معالم السنن أن تقدم لكم سلسلة بعنوان يقول: وكيف نجمع بين هذا الأثر وبين فعل الأئمة من ترك العمل خشية الوقوع في الرياء كقول ابن القيم: إذا أعجبك كلامك فاصمت، وإذا أعجبك صمتك فتكلم، غير ذلك من فعل الأئمة. أقول: الترك ليس بحل، الترك ليس بحل، إنما الحل المجاهدة في الإخلاص، المجاهدة في الإخلاص. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.